بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نرحب بحضراتكم أجمل ترحيب مع انطلاقة الشوط الثامن والخاص بفئة الزمول المهجنات الصائل من مسافة 6 كيلومترات. هي رحلتي ومسافة هذا الشوط. هنا الأسماء المنطلقة، الأسماء المتواجدة 23 شعار، 23 اسما، من ينطلقون معنا في هذا المسار وفي هذا التحدي. البداية دائما مع المركز الأول وغزلان المتقدم مع المركز الأول محمد بن راشد بن غالب المنصور يتقدم مع هذا الانطلاق المميز، بينما المركز الثاني شاهين مع ثاني التحديات، ومحمد بن طالب الابنخس المري القادم مع ثاني التحديات من خلال هذا الانطلاق وانطلاق شاهين مع المركز الثاني. بينما المركز الثالث ايضا الغزال، هنالك محمد بن سهيل اليبهوني الظاهري هو المنطلق مع ثالث التحديات. بينما المركز الرابع وصل مشهور مرحبا بمشهور ومالك مشهور، مسعود بن سعيد الهاجري هو المنطلق مع المركز الرابع. نتواصل مع حضراتكم مع المركز الخامس، وهنالك المنطلق مع خامس التحديات يتقدم شعار ناصر بن حمودة بن حمد العفاري المختبر هو المنطلق مع المركز الخامس. بينما المركز السادس هنالك سلهود هو القادم، ومحمد بن حمد بن سعيد المري يتقدم الآن مع المركز السادس. في هذه اللحظات يتقدم شعار بن مشيط مع سادس التحديات. بينما المركز السابع وصول من قبل شاهين منصور بن سيف بن عفصان الخيل ينطلق مع المركز السابع. بينما المركز الثامن ينطلق الآن الناوي عبد الله بن مبارك بن عية الشامسي هو القادم مع ثامن التحديات. بينما المركز التاسع هنالك نجد محمد بن حمد بن كردوس العامري يتقدم الآن مع المركز التاسع وعاشر التحديات. ختام هذه الجولة هنالك نشوان جابر بن حمد جابر محمد المري هو القادم مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء للعشرة الأسماء المنطلقة، للعشرة الشعارات العملاقة التي تنطلق مع هذا المسار ومع هذا التحدي. العودة مع البداية، العودة مع مقدمة الشوط، هنالك شاهين السلالة الشاهينية التي تسيطر على مجريات وتحديات هذا الشوط. ينطلق شاهين ومحمد بن طالب المنخس المري الضيف العزيز القادم من دولة قطر القادم من دوحة الخير ينطلق مع المركز الأول، ينطلق بصدارة هذا الشوط، يريد أن يهدي هذا الناموس هنالك للشحانية. بينما المركز الثاني هنا تتواجد طيارة اليبهوني مع المركز الثاني. في هذه اللحظات الغزال محمد بن سهيل اليبهوني الظاهر ينطلق مع ثاني التحديات. المركز الثالث مشهور ومسعود بن سعيد الهاجري هو المنطلق مع ثالث التحديات. بينما المركز الرابع ينطلق غزلان محمد بن راشد بن غالب المنصوري مع المركز الرابع. أربعة أسماء متقدمة، أربعة أسماء منفردة بمقدمة هذا الشوط مع لوحة 2 كيلومتر ما تبقى عن نهاية هذا الشوط. نتابع المركز الخامس والأسماء القادمة، هنالك المختبر ناصر بن حمودة بن حمد العفاري هو المتقدم مع المركز الخامس. يتقدم راعي فرح مع خامس التحديات. المركز السادس هنا وصول من الحذر، وعبد الله بن حمد بالقرين العامري هو القادم مع سادس التحديات. المركز السابع الناوي عبد الله بن مبارك بن عية الشامسي. بدأت تقترب الأسماء، بدأ الهجوم، بدأت رحلة الإقلاع إلى ذلك الناموس المميز. نعود مع صدارة هذا الشوط، نعود مع التحديات المقدمة. هنا وصول مشاهدينا ومتابعينا الكرام الأسماء القوية مع لوحة الكيلو والنصف ما تبقى عن نهاية هذا الشوط. النهاية البداية مع غزلان محمد بن راشد بن غالب المنصوري، عاد إلى مقدمة الشوط، عاد إلى الصدارة. المنصوري باحث عن الصدارة، باحث عن المقدمة، لكن هنالك من الجانب الأيمن هنالك اليبهوني مسيطر مع مقدمة الشوط. من الجانب الأيمن محمد بن سهيل اليبهوني الظاهري الغزال ينطلق مع المركز الأول في تحدي وفي ثنائي مميز على مقدمة الشوط. غزلان
وايضا هنا الغزال، الغزال وغزلان على المركز الاول، الصراع المبكر هنا بينما المركز الثالث المختبر قادم، قادم المختبر اعلان هام، الكيلو الاخير، الكيلو الخطير، وهنا المقدمة مع الغزال، الغزال على صدارة هذا الشوط، محمد بن سهيل اليبهوني الظاهري، لكن وصول من هذا الشعار العملاق، وصل شعار فرح المختبر هو المنطلق، ناصر بن حمود بن حمد الاعفاري ايضا هنالك، ايضا هنالك المنطلق، الاسد سلطان بن خليفه بن زاهره الخيالي قادم مع ثاني التحديات، ووصول من الحذر عبد الله بن حمد داب القرين العامري، وهنالك ايضا الاسماء الواصل النشمي محمد بن مبارك بن سالم العامري، الله على هذه الاسماء العملاقه، على هذه الاسماء المتميزه، نعود مع مقدمه الشوط، نعود مع الصراع، مع النزاع على المركز الاول، وصل النشمي، النشمي مشاهدينا متابعينا الاعزاء ينطلق مع المركز الاول، ومحمد بن مبارك بن سالم العامري، الله يا شعار بالنصره مع المركز الاول، مع الناموس، مع صداره هذا الشوط، صاحب انجازات عملاقه، ولكن الناوي، الناوي ناوينا على نيه، والناموس، الناموس الناوي قادم، وعبد الله بن مبارك بن عيه الشامسي تحيه عملاقه لهذا الشعار المميز، وللناوي على هذا الفوز والانتصار، اذا تهانينا، تهانينا والناموس من هذه اللحظات لمالك الناوي عبد الله بن مبارك بن عيه الشامسي على هذا الفوز والانتصار، اتى في الامتار الاخيره لينتزع هذا الناموس، المركز الثاني وصل شعار محمد بن مبارك بن سالم العامري، المركز الثالث، المركز الثالث الاسد سلطان بن خليفه بن زاهره الخيري، المركز الرابع وصول بديع محمد بن ناصر بالعوضي المنهالي، المركز الخامس البرك محمد بن مبارك بن حمد النابط، هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط، تهانينا والناموس لمالك الناوي عبد الله بن مبارك بن عيه الشامسي، قطع مسافة 6 كيلومترات في زمن وقدره 8 دقائق و6 ثواني و9 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس المركز الثاني، وصل النشمي محمد، المركز الثاني النشمي محمد بن مبارك بن سالم العامري، التوقيت الزمني 8 دقائق 7 ثواني 8 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس المركز الثالث، وصل شعار بن زاهره سلطان بن خليفه بن زاهره الخيالي، تهانينا والناموس، التوقيت 8 دقائق 8 ثواني 6 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.